تدعموا الجهة الذكية. ما ترفعش عليك، وتوقف. أحمد بن عيسى العباس، المولود عام 1921 بسيدي خالد، تميز بحنجرة نقية وقدرات صوتية استثنائية منذ الصغر. شغف بأداء الابتهالات والمدائح الدينية والقصائد البدوية. أحمد الشاب اختار طريقه وعمل بالمثل اللي يقول حكمة بلا شيخ ما تتعلمهاش، وانطلق في رحلة طويلة. المحطة الأولى في مسيرته كانت التحاقه بخالو الشيخ بن خليفة بمنطقة مسعد بالجلفة اللي كان مداح ويشرف على فرقة صوتية، ثم انتقل إلى قصر الشلالة أين احتك بالشعراء والموسيقيين من أمثال عبد الله كريو وعيسى بن علال. المحطة الثانية كانت عام 1946 عندما شد الرحال إلى الجزائر العاصمة وعرف كمؤدي بمسجد سيدي محمد بالحي العريق ببلوزداد. ذاع صيته وبلغ مسامع بودالي السافير رئيس القسم العربي في الإذاعة آنذاك، واستدعاه للالتحاق بالفرقة الموسيقية الصحراوية واللي أصبح قائدا لها فيما بعد، وسجل أول أغنية اللي تحمل عنوان قمر الليل خواطري تتونس به للشيخ بن كريو. قمر الليل خواطري تتونس بيه. شارك في حصص إذاعية مثل من كل فن شوية للأستاذ محمد الحبيب حشلاف، وحصة الجلالية لعبد الرحمن عزيز، وبرنامج آخر من تقديم الشيخ رحاب طاهر. لا تقنط يا خاطري ساعة في الأقدار وتمهل مصايب الدهر الفاني. من خلالها أتعرف على فحول الشعراء من أمثال الشاعر عبد الرحمن قاسم، الشيخ عياش المدوكالي، سي بن يوسف، عبد الكريم الحبيب، والشيخ عيسى بن علال اللي غنى له قصيدة قلبي يتفكر عربان رحالة اللي حققت له شهرة وانتشار واسع. اشتهر بصيحة الأياي والأغنية البدوية الصحراوية الهادفة التي تتميز بالكلمة القوية والمعاني العميقة، وأعطاها بعد آخر وأضحت موروث شعبي تؤرخ لأصالة وتراث الصحراء الجزائرية. ومن أشهر ما أدى قصيدة يا راسي خوض نصايح والتعبير، ضاقت روحي يا خوتي قرن لك شايف راه وصل، هذا الدهر صعيب، بنت الصحراء، حيزية، فاطمة وفاطمتين، ولفي من المحبة، أبقى يا وطني على خير ورائع، تتحول يا كاف كردادة ورحل للشيخ سماتي. وعمل على عصرنة الموسيقى البدوية بالتعاون مع الموسيقار معطي بشير، وأدخل فيها آلة العود الكمان والقانون. من وحش كثرة محاي دارت به ودموعه من فوق خدو سيالة.
أشهر العازفين اللي رافقوه طيلة مشواره الفني، نذكر عازف الناي سعد القصاب وشقيقه الشيخ العباس. سوف نفدي أرضنا، سوف نحمي عرضنا ونؤمن. واصل خليفة حمد رحلته وانتقل إلى المحطة الثالثة وهي التعريف الوطني العربي بالفن الصحراوي عبر مشاركته في مختلف الفعاليات الثقافية والمهرجانات العربية، وتميز بشموخ الصوت، إحساس الرهيب والأداء المبهر وزي التقليدي الصحراوي الأصيل. مجال الفن الصحراوي والمحافظة على التراث. البيب ولا عقلية راك تألم في قلبي وتحطم انت وهم ادريك القضية بيب وسعادة الزين الهايل فيه الشعراء تتماثل فيه الشعراء تتماثل تبقى ذهل ليش تلفي سور الغسلان سيدي عيسى تبقى ذهل ليش تلفي سور الغسلان. Mm-hmm.